للمزيد حول هذه الجولة لبايدن معنا من واشنطن تنضم إلينا مراسلتنا أمينة سريري. أمينة مرحبا بك معنا، كيف تبدو زيارة بايدن لماوي؟ سامي، هناك العديد من القراءات لتوقيت زيارة الرئيس جو بايدن إلى ماوي بجزيرة هاواي. أولى هذه القراءات هي الانتقادات التي طالته عندما كانت الجزيرة تعاني من الحرائق وحصاد أكثر من 114 شخصا في هذه الحرائق وفقدان نحو 1000 شخص حتى هذه الساعة، في الوقت الذي كان يقضي فيه عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ، وانتشرت صور لتوجه له الانتقادات كيف لرئيس البلاد يستمتع بوقته. وإحدى الأراضي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مأساة كهذه، رغم أن البيت الأبيض أعلن في العاشر من هذا الشهر بمجرد ما طلب حاكم هاواي المساعدة، أعلنت إدارة بايدن والبيت الأبيض بشكل أساسي حالة الطوارئ ووضعت هاواي على لائحة المناطق المنكوبة حتى تتمكن هذا إجراء إداري تتمكن من خلاله أي منطقة تتعرض لكارثة طبيعية أو أي خلل ما للحصول على المساعدات الفيدرالية مباشرة من الإدارة الأمريكية في حال لم تتمكن الوسائل المحلية للولاية من تلبية حاجياتها، وهذا ما حدث. ثم أيضا الرئيس الأمريكي وبحسب مصادر لم يتوجه طيلة الأسبوعين الماضيين إلى ماوي، لأن توجه الرئيس الأمريكي وخاصة معه السيدة الأولى إلى منطقة حيث الآن يعني تنشط عمليات الإجلاء والبحث عن المفقودين، حتى هذه اللحظة لا يزال هناك أكثر من 800 شخص مفقود وعملية البحث عنهم ما تزال جارية. توجه الرئيس في خضم عمليات البحث والإنقاذ هذه سيعرقلها بشكل أو بآخر نظرا إلى عمليات الأمن المحيطة لتأمين وصول الرئيس الأمريكي إلى هناك. لهذا ارتأت الإدارة بحسب بعض المصادر أن تنتظر حتى على الأقل تستتب الأمور حتى يتوجه الرئيس إلى هناك. ثم أعلنت أيضا إدارة بايدن تخصيص صندوق لإغاثة هاواي تقدر قيمته أكثر من 8 ملايين دولار، 3 ملايين منها على وجه السرعة لمساعدة السلطات المحلية على إعادة البنيات التحتية والتسريع في عمليات الإنقاذ. مراسلتنا مينا سريري من واشنطن، شكرا جزيلا لك.